واحدة من القرارات المهمة التي اتخذها كابتن محمود الخطيب في الاونه الماضية هي انك تبقى عندك مجموعة من اللاعبين الاجانب المميزين المميزين. كان عندك نقص في خط الدفاع، كان عندك عجز في خط الدفاع منذ رحيل كابتن احمد حجاز. نجح في سد هذا النقص بكل امانة السلطان بدري بنون. بدري بنون منذ انضمامه للنادي الاهلي ادى احساس بالامان، جنبيه بقى محمد شريف، جنبيه رامي ربيعه، جنبيه ياسر ابراهيم، كلهم لاعبين مميزين. ربنا يشفي محمود متولي، ربنا يوفق محمود سمير، سعد سمير. في الاخر بقى عندك تقل في الاجانب. الثاني علي معلول. لم يعد علي معلول ظهير ايسر للقيام بدور الدفاع، وانما اصبح واحد من اهم صناع اللعب في النادي الاهلي بعرضياته المتقنه، بعرضياته العكسيه في الجبهه في الجهه الاخرى الى اكرم توفيق او محمد هاني او حسين الشحات، بتسديداته القويه، بضربات الجزاء المتقنه واللي بتتحول الى اهداف، بمراوغاته في خط ال 18 وانه يسحب الفرقه ويرجعها للقادم من الخلف وهكذا. فده موضوع ركز فيه كابتن محمود الخطيب. جاب بدري بنون اهو قفل الدفاع، علي معلول اللي هو شد في الفتره الاخيره، كان صفقه رائعه ايضا المالي علي ديانج او اليو ديانج لما تعاقد مع النادي الاهلي قادما من مولديه الجزائر، وعمل الموسم اللي فات والموسم ده روعه الروعه، وعنده عروض عالميه وعربيه واوروبيه خياليه. النادي الاهلي عنده النيه لبيعه في هذا الامر. موجود من سنين جونيور اجاي، ده الموسم الرابع ليه، وواحد من اهم مفاتيح اللعب. التشكيله دي جالها وولتر بوالي، وولتر بوالي ما خدش فرصته الكامله او اتحرق بدري بدري او اتداس عليه بدري بدري. فبالتالي واحد روشني بيقول لي جايب القميص ده منين؟ اقول له ايه والنبي؟ من عند موريس حنا في شارع بيروت مصر الجديد. يلا يا عم عملنا له اعلان اهو، وفي احسن منه في جيلا روس. سيدنا النبي، وولتر بواليا، حسن فرحات، احب الله اهل غزه كلهم الله يكرمه، وولتر بواليا. فبقى عندك ميزه في الاجانب لدرجه انك انت ممكن تلاقي اربعه فيهم داخل الملعب. بدري بنون بيلعب اساسي، ديانج بيلعب اساسي، علي معلول بيلعب اساسي، جونيور اجاييه قبل الاصابه كان بيلعب اساسي، وولتر بواليا خد فتره طويله اساسي. فعندك في تميز في اللاعبين الاجانب، وده الكواليتي بتاع اللاعبين الاجانب حاجه مميزه. عشان كده في صفق مطلوبين للاحتراف هنا وهناك وللانتقال هنا وهناك، وبتصل اليهم عروض خياليه. فكابتن محمود الخطيب ركز في كواليتي اللعيبه الاجانب. طيب اللعيبه الاجانب دول، علي معلول عقده بينتهي بنهايه الموسم المقبل، امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق العائد من المغرب اليوم اكد لي، بقول لكم اهو، قال لي موضوع سفيان الرحيمي ما تمش يا انكل. قلت له ليه؟ قال لي يا عم ما تمش. قلت له طيب خلاص ماشي، والناس هناك طلعوا بيان وقالوا مش للبيع سفيان الرحيمي ولا بيم مالونج. طيب هتعملوا ايه؟ قال لي بص كل الكلام بعد العيد. قلت له بعد العيد ازاي؟ قال لي خلاص كلنا طلعنا الساحل مع اسرنا نعيش فرحه الفوز باللقب، اللعيبه اجازه 48 ساعه يعودوا للعب المباراه بتاع البنك الاهلي يوم الخميس المقبل. البنك الاهلي قال لك هنعمل طابور شرف رائع للاعبي النادي الاهلي احتفالا بهذا الفوز الكبير. فقال لي مفيش سفيان رحيم، مفيش سفيان رحيم. طيب علي معلول، علي معلول كابتن امير توفيق تواصل مع جون ادوارد وكيل اعماله واتفقوا على جلسه بعد اجازه العيد لانهاء كافه اللمسات الاخيره اللي اتكلموا فيها لتجديد تعاقد علي معلول، وكذا الامر بالنسبه لعمرو السلاي اللي تم الاتفاق على كل اللمسات. يبقى اليو ديانج. اليو ديانج نادي الاهلي ايضا بعد اجازه العيد باذن الله تعالى هيبدا يشوف عروضه من نادي العين الاماراتي، جلطة سراي التركي، العروض اللي من شركات تسويق للاعب في فرنسا وفي اسبانيا، وهو متفق مع اليو ديانج على الرحيل. وولتر بواليا، مستر بيتسو موسيماني طلب واضح،
وهو ادوا فرصة لبواليا في مباريات الدوري، مش عايزين نقول انه هيمشي من دلوقتي، ربما لان قبل ما يجي الاهلي كان مكسر الدنيا في الجونة، وربما ما تأقلمش، ربما ما انسجمش، لكن قدراته وامكانياته ممتازة للغاية، ممتازة للغاية. فخلونا نشوف هذه الامكانيات ونصبر عليه شوية. فده الكواليتي الاجانب ده، وده مصير الاجانب في النادي الاهلي. وقلت لكم ان مستر موسيماني هيبقى فيه تجديد لعقده، والكابتن خطيب تلقى هذا المقترح من نجوم زملاء له، وهو نفسه اعجب الفكرة وهيدرسها وينفذها الفترة اللي جاية. حاجة التانية، لايك وشير وصلي على الزين، اعلب اللايك يا بيه، يا بيه اعلب اللايك يا بيه، يا بيه اضرب احبك لايك لاف اي هوب. وحدي في المنزل، مفيش حد يجي يجيب لي سوى تاني غير لما انا اقوم بنفسي. كله بيستعد لليلة الوقفة والعيد. دايما احنا كده كأسر مصرية نفتكر فجأة ان عيد الاضحى بعد بكرة، وان بكرة الوقف، فدايما الاسر المصرية كده، ودايما كده. ربنا يعيد الايام المباركة عليكم، ايام مباركة وهنية ما شاء الله تبارك الله. لايك يا بيه، اعلب اللايك، اضرب اللايك يا اسكندر، اسكندر انت وخالد امين وامجد بعيلة، امجد بعيلة احبك في الله، امجد من دمياط، موبيليات وحلويات، الله عليك، يعني تحبني وتعمل اعلانات، الله عليك يا عم امجد، ينعي ولده ويصلح الساعات، دمياطي بقى وشطار، شطار الدمايطة ورجالة، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. يعني خليني اقول لك ان في لعيبة في حكم الراحلين من النادي الاهلي، الراحلون من النادي الاهلي. اول هؤلاء الراحلون هو مروان محسن، مروان محسن هيعلنوا عن كريم فؤاد امتى؟ والله يا مصطفى يا محمد عندك حق، ما تعرفش، بس كريم فؤاد خلص وخلاص، وانا قلت لكم انه خلص. مروان محسن، مروان محسن معروض للبيع او الاعارة بنهاية هذا الموسم، القرار نهائي. رامي خاطر دمياط بتمس عليك يا محترم، اهلا وسهلا، شكل الضمايطة هم بس اللي معايا في اللايف، فين الشرقوة وخالد العسال مش قايل هو منين، ولا احمد عطا، ولا محمد زكي، ولا محمود بركوت، ولا هبة الشامي، الله يخليك يا هبة، ومجدي خاطر، كل سنة وانتم طيبين، وانا كمان مصطفى خلافة اهو، كل عام وانتم بخير جميعا. فمروان محسن يرحل عن النادي الاهلي بنهاية هذا الموسم، سواء بالاعارة او البيع، وايضا يرحل سعد سمير سواء بالاعارة او البيع، لان في كثافة في خط الدفاع بعودة محمد عبد المنعم وشفاء محمود متولي. وناصر ماهر صانع الالعاب الخطير يرحل بالاعارة او البيع ايضا، واحمد رمضان بيكهام بالاعارة، وكريم نيدفيد بالاعارة، وهناك خلاف حوالين محمد محمود صانع الالعاب الحيوي، بيقولوا اصبروا على محمد محمود تحديدا لحد ما يستعيد جزء من مستواه، هيفرح النادي الاهلي وهيفرح الاهلاوية كلهم بمستواه الفني الرائع. امير توفيق اكد لانكل ابو المعاطي زكي اسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار ومؤسس سوشيال ميديا اللايفات على اليوتيوب، انه في انتظار ترشيحات، اللي بالك مستر بيتس موسيماني لبدء التفاوض. ليه يا امير كده؟ قال لي الراجل في دماغه ناس وانا عندي ناس. قلت له، قال لي لكن هو اللي يختار، هو يقول لي انا عندي فلان، اقول له طب ايه رايك في 3-4 دول كمان، لكن هو اللي يقول لي عاوز ده 1-2-3، فابدا انا اشتغل على هذا الامر. فهو في انتظار ترشيحات مستر بيتسو موسيماني لابرام الصفقات الاهلاويه في المرحله القادمه باذن الله تعالى. وقال، خلي بالك من الجمله اللي قالها امير توفيق، لانها تدرس تدرس. قال ايه بقى؟ قال لك احنا دلوقتي مش في مرحله الاهلي عاوز مين، دلوقتي احنا في مرحله مين عاوز يجي الاهلي. خلي بالك من الجمله، مش الاهلي عاوز مين، لان الاهلي دلوقتي عنده فرقه متكامله، ومش عاوز في الدوري المحلي غير كريم فؤاد بس. قلت له امال؟ قال لي احنا في مرحله مين عاوز يجي الاهلي، وهل له مكان ولا لا. قلت له للدرجه دي؟ قال اه طبعا للدرجه دي، فرقه بطولات 100%، دوري الموسم الماضي، كاس الموسم الماضي، دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، ثالث عالم في كاس العالم للانديه،
سوبر افريقي دوري ابطال افريقيا الموسم 21. عندنا سوبر افريقي تاني وعندنا سوبر محلي وعندنا بطولة دوري، كل ده ممكن خلال شهرين ثلاثة يتحسموا، فبطولات كتير. فمين عاوز يجي الاهلي؟ مش مين الاهلي عاوزه، خلاص الاهلي مش عاوز من مصر غير كريم فؤاد. تقول له طيب واحمد سمير؟ قال لي يا انكل ابو المعاطي احنا قافلين على كل حاجة دلوقت، قافلين على كل حاجة دلوقت، لكن هنشوف الخواجة الاول عاوز مين من الاجانب، واحد اتنين، لان غالبا هيبقى اولتر بواليا بره. في كلام ان جونيور اديه جاي له عروض من تركيا ومن دول عربية، فالخواجة ممكن يبقى بيفكر في حد تاني اصغر سنا ويتناسب مع فكره او رأيه او رؤيته، او التجديد في الاجانب في كواليتي الاجانب، ده امر لسه هيتشاف كله بعد العيد. ففي الاخر دي صفقات النادي الاهلي وتفكيراته، مين هيروح ومين هيجي، وما عندوش من مصر غير طيب كان في كلام على عمر كمال عبد الواحد اللاعب الحر المهاجم ان هو جاي النادي الاهلي. سالت كابتن امير توفيق قال لي ما فيش كلام من ده خالص، قال لي زي ما قلت لك زمان ما فيش احمد زيزو، وكابتن مصطفى يونس طلع معاك قال في احمد زيزو خلص في النادي الاهلي، وانا قلت لك الكلام ده واثبتت الايام يا انكل ابو المعاطي يا اسطوره اليوتيوب صدق كلام ان ما فيش احمد سيد زيزو، وان كل ما قيل في هذا الامر لا اساس له من الصحه. لايك وشير وصلي على الزين، لايك وشير وصلي على الزين.